جزاكم الله خيرا. وأخيرا يسأل: كيف يصلي رجلان وامرأة؟ يصلي الرجلان صفا واحدا إمام ومأموم، ويكون المأموم عن يمين الإمام، وتكون المرأة خلفهما. لحديث أنس رضي الله عنه: صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. المرأة تكون خلف الرجال في الصلاة سواء كانت واحدة أو أكثر. موقف النساء في الصلاة خلف الرجال. نعم.